مرحبا بمشاهدينا الكرام على قناة الشعب، قناة شوف تي في، في هذا البث المباشر من دوار سديرة جماعة مرشوش إقليم أو عمالة الخميسات. بنت في العمر ديالها 21 سنة كانت عايشة حياة جد عادية مع الأم ديالها، ما عندها حتى شي مشكل، وهي اللي هزاها باتت ما صبحات. نعم انا جاي. باتت ما صبحات، فاق الصباح قادت حويجاتها، طوات مانتها، طوات مسائلها، خرجت ما عاوداتش رجعات، خلات الام والاب اللي دابا حنا فاش وصلنا لهنايا في هذه المنطقه، اللي منطقه يعني صراحه يعني تتعيش على وضعيه بوحده، لا من الطريق لا من كذا. جينا لهذه البلاصه لقينا الاب داوه للسبيطار ديال الرماني، لانه من نهار اختفت الابنه ديالو ما كلاش. قصة جد مؤثرة، نحاولوا تقربنا الأم ديالها من هاد البنت، وكيفاش حتى اختفات على وعسى أننا نلقاوها. السلام عليكم أم إمتي. سلام. شنو الاسم ديالك؟ سميتي الدريسية، وهي سميتها حليمة. حليمة إيش؟ الكيحل. حليمة الكيحل. كيفاش بنتك كي كانت؟ عادية. عادية صافي، شاقية، هزاني، حاطاني، مصبنا ليا، لا ما حزمت ليش راسي ما نحزموش، لاناش مهرسة من يدي، هزاني 5 شهور دابا وانا مهرسة من يدي. نهار السبت في الصباح ناضت جمعت الدار، سقيت الماء حطاته صافي، جيت دارت بهونت من هنا بهونت من هنا صافي. مهم صافي، خرجت ما بقاتش رجع، ماشي خرجت مشات كاع، بقات تدور على حدا المحل. ملي اذن الظهر قلت ليها باك غادي يجي من السوق، قريب يجي من السوق، جمع المسائل وداك الشيء صافي، مشيت صافي. من هذيك الساعه ما بقيتش حتى صافي، قلبت عليها، مشيت للغابه قلبت، راه هي عارفه الغابه كيفاش دايره، مشينا حتى للغابه قلبنا، ما خلينا فين قلبنا ما لقيناهاش صافي، ما لقيتش بنتي. ما تكونش بنتك يعني خافت من شي حاجه وهربات؟ ما خايفه تم شي حاجه، خوته معاملين معاها بحال ماشي خوته، دايره مصحابها وكلشي، ما تيهضروا معاها مع بايلها التليفون مفشه، ما زعما ما عندها مشكل لا مع باها لا معايا لا مع خوتها لا حتى مع شي واحد. عمرها ما دارت هادشي؟ ما عمرها في حياتها ما دارت هادشي، عندها 21 عام، ما عمرها دارت شي مشكل ولا مشات ولا تتخاف عرفتي شنو تتخاف. الحانوت ما تمشي لي في الليل الا بغينا علمه من برا ما تقدرش تخرج تجيب، تقول لك ماما انا تنخاف. ما كاش كتعرف شي واحد، شي صديقه مشات عندها؟ لا ما تتشيش عاد خوتها اللي في الغوالم صافي بوحدها كتمشي. قرات بنتك؟ لا ما قراتش، ما عمرها شافت المدرسه فين كاين. من نهار زادت ما قراتش، ما قاريه ما والو. انا باغا حتى حاجه، باغا غير لا بنتي لا كنتي غتسمعيني وتشوفيني، ارجعي لما باغا منك والو، واخا كترجعي كنتي ماشي حد جيبي وتعالي مرحبا بيك، جيبيه انا نخطبك ليه، انا نديرك العرس وكل شيء، غير ما تبقايش حارقه ليا قلبي، راه ما عديش منك 10 ولا 20، راه عدي غير انت يا حليم، باغا منك والو بنتي، راك حرقتيني وشويتيني في قلبي، راني من نهار مشيت باش تراحه ولا شت النعاس. هذه الطريقة أحلي ما غادا تدخل من هنا، أحلي ما غادا تخرج من هنا، أحلي ما غادا تنزل من الطاكسي، لا كسيرة الطاكسي لا أكسر طاكسي، تنقول صافي هي هاديك راهم جايبينها لي. أنا عندي السكر تنطيح، وراه هي عارفة كلشي، ونيتي هزاني من كل حاجة، ما عندها حتى شي مشكل أسيدي والو، ما عندها حتى شي مشكل. يعني كانت حياة عادية معاها؟ عادية نيشان. طاك ولا تيضرها القلب واحد شويه كتسخف هي مريضه بالقلب. لا مريضه بالقلب، تطيح وعد البواسه تطيح تخبط من السما للارض صافي. دواء اللي شريتي ما تبغيش تشرب، عندها واحد عندها الاعصاب وعندها كل عقلت لي يا ماما راني غادا مع شي صاحبتي ولا غادا مع شي حد، ما غاديش يبقى فيا الحال، نقدر نساعدها تمشي ولا ما تمشيش ولا ما تكونش زعما طاحت ولا شي حاجه؟ لا ما طاحت ما والو، ما كاينش شي مشاكل. دابا جينا الصراحه، ما كاينش شي مشاكل في الدار في العائله؟ لا سيدي والله ما كاينه شي حاجه، وهاد هادي تا هي راه مهمتها، راه
ما كاين حتى شي حاجه. راه هي اللي قالت لكم هذيك المره تكذب عليكم، راني كذبت عليكم في كل شيء، ما عندهاش مشكل حتى مع شي واحد. قلت لكم هما كيسولوا لي تيقول لي هضرتي، تنقول لهم نعم، تيقول لي حليمه فين هي، تنقول ما هي كاينه في الدار او مالها غابره، ما كتخرجش، ما تمشي حتى شي بلاصه. مشي وضيفي نقول لها عاش بنيتي، عاودي عافوك جي شويه وعاشوا في تاتي الناس. تقول لا ماما خليني، ما عندي ما ندير ما عندي ما ندير لا بالناس لا والو، صافي غير سيري انت ومرات خويا، انا ما نمشيش. ما تتشيش لا مشات للسوق تديري دهنا في طابقه وتمشي معايا وترجع معايا، ما تتفلفس حتى لشي بلاصه. كون كانت شي وحده خفيفه ولا طير من هنا وطير من هنا، لا ما كايناش. زعما ما كاش لا غير شي واحد كتب لها النمره في التليفون، مشات معايا للسوق وكتب لها واحد النمره في التليفون ودار لها فيده، تقول لها ماما انت شتي النمره طارقه هذا الولد ودير لها بحالك وتشرقها وتلوح. يقسم من بالله ما نكذب عليكم. ما تكونش كانت تتبغي شي واحد انتما رفضتوه؟ لا ما كايناش. لا ما عمرها بغات شي واحد ورفضنا عليها. وعمرها ما خرجات؟ كانت تبغي واحد من فاس، قال لي ابا بنتي فاس بعيد عليا، ما نقدرش نعطيك في فاس بنتي، انا بنت اختك عطيتها هنا وتكرفست صافي. يعني كانت تبغي شي واحد في فاس؟ صافي ها هو هذا اللي مشات، راه مشات معاه ما مشاتش معاه، راه هو هذا صافي. سميته محمد. ما تعرفوش فين ساكن؟ فين كذا في فاس؟ لا ما تنعرفوش انا ما عمرني شايفها وما عمرني هادره معاه، ما عمرها قالت لي ماما هكي هضري معاه ولا راه غادي يجي ولا شي حاجه. هادشي اللي كاين. ما حاولتوش انكم تربطوا اتصال به؟ لا ما عمرنا اتصلنا به، ما عمرها دوك زيت ولينا ما والو صافي. لي عدها في قلبها. ولكن هذا لا يعني لانه هذا ما جا ما كذا وانتم ما منعتوهاش، يعني ما يمكنش لانها تمشي بلا خباركم. لا ما منعناهاش، ما قلنا لها حتى شي حاجه. يعني الا بغاها مرحبا. الا بغاها مرحبا به، يجي يجيب مو ولا باه ولا اللي غايجيب ويجي يجيبها، ما يخليش باه في هذيك الحاله وانا في هذه الحاله. واخا عندكم شي تصويره ديالها؟ لا في التليفون. جيبوا عطونا شي تليفون فيه التصويره ديال الله يرحمكم الوالدين. اها ديما عطونا. كملي لنا بنتك، وصفيها لنا باش الناس اللي شافوها يعرفوها. بحالاش وصفها؟ كي دايره؟ قصيره طويله؟ قدي في الطاوله وفي كل شيء، في الغلط وفي كل شيء، بحالي بحالها. بيضاء سميتها حليمه الكيحل. حليمه الكيحل. حليمه الكيحل. حليمه الكيحل. واخا شكرا. نحاول نقربوا، ما عرفتش واش راه يبان. اصبري انا زيدو. فوالا كتشوفوا مشاهدينا الكرام، نتمنى لانه تبان. انجوما يعني مشاهدينا الكرام، اللي شاف هاد البنت تيقولوا لها حليمه الكيحل، اللي شاف هاد البنت اللي تيقولوا لها حليمه الكيحل، على انه يتصل بالاسره ديالها. ما عندكمش شي تصويره ديالها في الدار معلقه ولا شي؟ لا ما عندناش، ما تصور. عمرها تصورت؟ عمرها ما تصورات. صافي تصورها في التليفون، تيبقاو في التليفون ديالها. ولا تصورت انا فيها كيكون عندها لاكارت ناسيونال ديالها؟ عندها لاكارت، ما صناش يمكن نخضاتو معاها. هزات لاكارت ناسيونال، هزات كلشي. ما لاحظتوش انها في هذه الايام الاخيره يعني دارت شي، يعني دارت يعني شي، كان السلوك ديالها يعني متغير؟ لا عادية، نضنا فطرنا عاديين، دارت مرت خوها القهوة، فطرنا كلت شربت، تضحك مع بنات خوها، تعنقادة خطاك تتوضا تصليت. قالت لي ويا جي تعنقني، قالت لي ماما راك عزيزة عليا، ماما راني تنحماق عليك ماما. هذه هي اللي خسرت معايا هذاك النهار اللي مشات فيا. ماما راك عزيزة عليا وزاد بيجامتها، مشات بالبيجامة، بيجامه اللي شقات فيها مشات فيها، اللي تتشقى فيها مشات فيها. ماشي نقولوا زعما بدلت شي بيجامه اخرى ولا لبست شي جلابيه ولا شي سروال جين ولا ما عاد ما تلبس لا تجي لا والو. ماشي زعما من دوك البنات المعيقات اللي تلبسوا الجين ولبسوا واحد هنا ولا صافي، بيجامه بالسروال صافي. هي اللي دات لابسه بوحدها صافي، وشد على راسها زرق. باها قبيله جينا لقيناكم ديتوه للسبيطار الروماني، شو تقولي لنا؟ باها مريض، باها ما خلينا فين، جرينا به بالطبيب وكملت لي هي صافي. ملي جا نهار السبت جا في السوق، تلقيت لي انا في الطريق، قال لي مالكي انتي مريضه وجايه مالكي، جيو هما فين مشات حليمه. قلت له حليمه ما لقيتهاش. قال لي علاش؟ قلت له ما صدقش، ما عرفتش فين مشات. قلت هي من تما ما كلاش صافي، من تم ما ضاقش النعمه صافي، جا في السوق حطوه وشا.
مشى قلب في الغابه تاعي، مشى لعند الجندارم قالوا لي سير حتى الاثنين وجيب لنا عقص دياد وجيب لنا التصويره وعاد ايش. ملي مشى اليوم ما قدش هنا، اليوم البارح صافي دار لينا صافي اليوم الدين ديتو بنتو وبنت خو. ولكن خلينا نقربوا شي شويه حتى المشاهدين، حليمه ضروري يكون عندها صحابات تتعاود لهم، تقدر تكون تتعاود لهم على شي واحد، ويقدر يكون يعرفوا الفيسبوك ديالو، يكونوا عرفوا يعرفوا شي حاجه يعني يقدروا يتواصلوا به. لا هذا الولد مجهول، ما عطينا نمرته ولا واتساب ديالو ولا حتى حاجه. هاد السيد اللي دابا هي دابا الحاليه اللي مشات عنده ما عطي حتى حاجه، ما كاين لا تليفون لا والو، ما عطينا حتى شي واحد حتى شي حاجه. وصاحبتها اللي كانت تتواصل معاها وكتهضر معاها وتدير هاد ويت معاها البارح يوم ما قالت لك خالتي راه جوج سيمانات هادي ما هضرت مع حليمه، انا ما عندي عليها حتى اخبار. ما لاحظتوش انها مغيره في السلوك ديالها؟ لا عاديه، تاكل تشرب تضحك تلعب مع كانت عادي عاديه ما فيها حتى شي حاجه بنتي، ما عندها حتى شي حاجه. واخا كان شي واحد فيكم انه يبان معنا ولا شي حاجه الله يرحمكم والديك تتعرفوا تتعرفوها تتعرفوا على شي حاجه تباني خالتي؟ اجي خالتي اجي 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 الوالده اجي اجي نقول لك تجاوب اجي نسولك شنو تتعرفي عليها شنو اجي اجي خالتي ولا شي وحده صاحبتها قريبه ليها مرت خوها اجي اختي اجي خالتها اجي اجي جلسي هنا جلسي جلسي بلاصتك جلسي واخا السلوك ديالها وتدي. السلام عليكم حليمه اختي اللي كنتي كتشوفينا ولا تسمعينا، راه خالتك جيت عند ماماك راه عيانه بزاف وتيبكيو عليك وقال لك غير رجعي باللي كان راه مقابلين عليك، قال لك غير رجعي ما راه فين كاع باغينك وانت ما كنتيش في هذا الشيء، والله كان داك شي حد ولا جيتي مع شي حد ولا تهضري مع شي حد غرباني باللي كان. اش كيهددها شي واحد؟ اش كيهددك شي حد؟ ما انا ما كنعرف عليها حتى شي حاجه ما نكذب. كتهضري معاها كي كانت في اخر ايام ديالها؟ هو كانت مزيانه هي درويشه الصراحه، كانت ديما ما كتخرج حتى لشي بلاصه، هكا كانت تجي لعندي ما كتطلع على السطح لا تبقى معايا تسجي، ما كتمشي عند حد ما كتمشي حتى لبلاصه، تجي عند دار من جيبها انا ما تجيش بوحدها، تقول لي خالتي ما مشيتش بوحدي. وبنتي اللي كنتي تشوفينا وكنتي تسمعينا غادي تشوفي امك رحالتها مريضه، حنا جينا عندها كاملين خوات البارح جاو وانا جيت اليوم راه عيانه بزاف، لا كنتي تسمعينها باللي كان باني باللي كان هاد السيد اللي كنتي مشيتي مع شي حد وكنتي تعرفيه كان مزيان مرحبا كان خايب مرحبا كيما كنتي حنا قابلين، غير رجع الوالدي قابلين عليك باللي كان، ما تخافي ما تدهشي ما حتى شي حاجه، راه امك هاتي تشوفي عيانه ومهرسه راك عارفه اللي كاين، وبنتي الله يرضي عليك باللي كان باني مشيتي مع شي حد باني داك شي حد باني باللي كان باك راه عيان داو السبيطار من جهتك تيبات في الشانطي تيقول لينا طوموبيل في الشانطي تيبات في الشانطي هنا طوموبيل تجيبو هنا طوموبيل تحطك هنا طوموبيل تجيب والله لا يلاه محمد رسول الله. شنو تقول لنا خالتي قلت لك باه تيمشي شانطي تيقول لك مرباني جيبي شي حد يلوحها ولا شي حد يطلبني الفديه نتسلف ونبيع اللي عندي ونعطيه، هو عارض لي يا بنتي ولا كان دا هاد السيد واش خلاه امو تاهي راه عندها الاولاد وعندها هذا عاد ترد لي بنتي تجي نعطيها نعطيها انا ماشي ما نعطيهاش لا عاد تجي ما نهضرش معاها ما والو عاد تجي كاع لا خاف تجيب مع جندارم وتجي انا نعطيها لا عاد نشوف بنتي بخير انا باغا نشوف بنتي بخير ولا عاد تهضر معايا عاد كيف كيبات في الشانطي قسما بالله سول عليه الجيران الا الضغمه ما حاطاش في امو ما حطا كاس ديال الماء اللي تيشرب اللي تيريق به حالته ما تشوفش في حالته ما تقدرش تعطيه حتى شربه ديال الماء ملي مشات بنته. شنو تقول لها كانت تشوفك دابا؟ نقول انا ترجع بنيتي ترجع عليا راني تحركت تشويت وراه هي عارفاني انا كيفاش دايره عليا راه حتى الحماق عليها ما تنعملش انا ولادي ما تنقيسهمش حتى بشي حاجه صبعي صبعي ما تنحطوش عليهم ما تناديهمش مكسيه مصبطه حتى حاجه ما خاصها اسيدي. وليت الجمعه جات عندو بابا تتقول ليه بابا با تتقول ليه بابا جيب العطريه وجيب ديك وجيب بغيت هادي وبغيت هادي وبغيت البنانه بابا وكل شيء سيدي شابو ليا واخا ما عندناش يتسلف ويجيب ليا يعني ما كانتش هي
فيها الوجه ديالها انها ولا السلوك ديالها ولا داكشي تدير انها باغا تهرب ولا شي حاجه؟ لا ما عندهاش كاع السلوك ديالها هريب ولا زعما تقول لي ماما راه شي نهار ما عطينوش نهرب ولا شي نمشي نعطيكم اتساع ولا نهائيا ما كايناش ما كايناش اخويا هادشي كله ما كاينش. ها هي مرت خوها دابا عندي 5 سنين وهي معايا. فين قلبتوا هنا؟ يعطينا المناطق اللي قلبتوا فيها. قلبنا هنا في الغابه، قلبنا واحد الغابه هي هكا كبيره اللي من هنا تتشي العين عاودات هي قلبناها وانا ما سقيناهاش. مشينا حنا وهذيك الطفله حنان مشيت انا وياها انا مريضه صافي قعدت لها في حاشيه الغابه وياها عطات هي وراجلي قلبوا تاعي وصافي وطلعوا ما لقاوهاش. مشاهدينا الكرام، يعني تنقلبوا على التصويرات راه من قبيل وحنا تنقلبوا على التصويره ديالها البنت، يعني ما عندها تصاور غير في التليفون وما باينش مزيان، نتسناو بعدا يجيبوا لنا التصويره. الا كنتي كتشوفينا حليمه الكيحل، امك في وضعيه كارثيه، خليت اسره كامله كيبغيوك، ويعني واحد الوضعيه يعني ربي اللي عالم بهم. الاب ديالك داوه المستعجلات. قول اخوك الصغير تا هو مسكين مصدوم. مادي الصغير مادي اختي راه مصدومه حليمه بنتي، راه كنتي اختو وكنتي بنتو وكلشي تاع عماق عليك، وتلعبتي ويا بالتليفون وضحكوا وترقدوا بجوج تناسوا بجوج، خليتي خيك مصدوم. ليلة السبت منعس البارح هكاك حالتو صافي ما بقاش صافي تصدم صافي. داكشي خويا الكبير كان في الصحراء البارح جا مسكين تيبكي بحال المرا في الزيتون، كان اختي عزيزه عليا وما درنا لها حتى شي حاجه. علاش هربت؟ عاد قولي لنا علاش هربت؟ ولا داها شي حد؟ واش خرج شي حد داها على شي حاجه؟ قال لها جيبي لي شي حاجه وخرجت عند الطريق وداها، ولا الله اعلم ما عرفتش انا واش بنتي حيه ولا ميته ولا ما عرفتش ما فهمت حتى شي حاجه. المشكل ما عندكم حتى شي تصويره ديالها، عندكم تصاور في التليفون، بغينا غير شي تصويره ديالها اللي غنوريوها على التليفون. قربوا وجهها. تشوفوا مشاهدينا الكرام، كانت باينه هذه هي طفله حليمه. ارجوكم مشاهدينا الكرام اللي شافها ولا عرف عليها شي حاجه يتواصل مع هذه الام، راه والله العظيم راه وضعيه ديال هذه الاسره وضعيه كارثيه وضعيه كارثيه. مشاهدينا الكرام بنتي راني بارسه من يدي وعلى سيني تمنيت الاخرى، انا كنت سرواني لما زيتيش ليا ما تتهزوش، انا بنتي لما لبستينيش ما كنتش تنلبس راسي، لما حزنتيش ليا هي ما تتعزمش ما مشاتي ليا علي ما كاينش ما كاينش عندها شي صداع مع شي ناس هنا في الدوار ولا شي حاجه؟ ما كاينش صداع عندنا هنا في الدوار نهائيا. الدوار كاين على هذا الراجل فقيه محترم وناس وكلشي، وهادو عمامه ساكنين بجوج، ها باب وها باب الاخر، ها مرتو يعني غير العائله اللي كاينين هنا عندنا، غير العائله بوحدها، غير عمامها بجوج ساكنين مرضعينها، كل هذيك ناديه راها مرضعه، هذه عندو مرت شيخي مرضعاها، ما تتعقد حتى شي يعني واحد يعني اللي دايره غير العائله، كلشي ولاد لوسي دايراها مو خوتها ولادها وكلشي، وتتحفظهم تفهم شويه في التليفون، تضحك معاهم تلعب معاهم عندهم عادية، تضحك مع عيالات خوتها دايرهم ماشي عيالات خوتها دايرهم صحاباتها وكلشي، ما عاقرت حتى شي واحد اسيدي، حتى انا بغيت نفهم ما عاقرت حتى شي واحد. وجهي النداء ليها، وجهي النداء حتى لو كانت مع شي شخص ولا شي حاجة، شنو تقولي ليه؟ نقول انا عرش عليا بنتي ما باغا والو، انا عاد شوفها واش حية ولا ميتة، كانت باغي يتزوج بها مرحبا بي، انا ما نقول ليه حتى حاجه، لا كان في فاس ولا في مكناس ولا في صحراء ولا في اي حاجه، عيشي بليا بنتي ويجي مرحبا بي، يجي بدارهم ويجي مرحبا بي، انا ما باغا منه حتى شي حاجه، انا باغا بنتي نشوفها، راني تشويت وتحركت عليها من نهار السبت، مع دريه معايا ضحكه معايا لعبه معايا فطرت معانا شربنا القهوه، بغات تشويت البنت قالت لك ماما غنديرو نجي ناكل البينه وخبيز. اختي ما مبينوش لك وجهك، اجي بغات تقول شي مرت خوها ما مبينوش لك وجهك، اوقفي تما اوقفي تما. اختي حليمه خليتي باك مريض وعيان ما كياكل ما كيذوق النعمه ما حتى شي حاجه، اش نقولوا لك؟ رجعي وشعلي تليفونك وصوني لوالديك ديالك، راه محروقين وكلشي تيقلب، وخوك جاي امس من كرسيف تيقلب وتيبكي، ما حارمينك حتى من شي حاجه، اللي بغيتيها كيعطيوها لك، كنتي مع هذا السيد جيبي وتعالي ربك. كتهضر معاك على شي صاحبها ولا شي؟
لا ما كانش كدوي معايا، يعني كانت انا هي اللي كنت قريبه ليها بزاف وكتعاود ليا كلشي، ولكن هاد الايامات الاخرى ما بقاش علاقتنا حتى ليا صافي جنبتها. يعني اي حاجه كانت بغاتها ولا بغات شي حاجه كنقول لخوها صافي غير عطاها عليها ديرها بحالي بحالي انا باش ما يقولكش هادي ولا هادي. شي حالي دابا حنا اللي كنطلبوا منك شي علي تليفونك، راه والديك راه مصدومين عليك، امك راه مريضك طيح لينا، باك راه ديناها للسبيطار راه ما كيشوفش النعاس ما كيشوفش النعمه ما حتى شي حاجه. شي حالي ماشي علي تليفونك الله يخليك، الا كنتي مع شي واحد غير يجيبك هذاك الولد الناس وتعالي، ولا بغيتك ولا بغيتي نديروها لك ما نخسروا لك حتى شي حاجه، باك راه ما يدويش عليك، راه كيبات كاع الليل يبكي، كيبات خارج في الزنقه كيصلي غير في الزنقه كلشي اي حاجه. شكرا. كملي خالتي شنو تقولي؟ بغيت انا بنتي اخويا ما باغا والو، بغيتها بنتي تجيني ونشوفها بالحياه هادشي اللي بغيت. بغيت بنتي راه قلبي تيتقطع عليك، راني تحركت تشويت عليك حليم، حشومة عليك حليم، انا درتي لي هادشي علاش؟ ما دايره لك والو بنتي، معاك حتى شي حاجه اللي بغيتيها تتجيبها لك، اللي طلبتيها في الصباح تجيك في العشيه. بغيتي تتقطع من جيتك لابسه العنود وخا يعرف يتسلم عليك تعبي او يجيبها لك، ما عمرو خسر لك شي حاجه. وتي عبابة بابا راك شايفه باك مريض وراك عارفه مريض، راك شتي تطمين ما خلينا عليه، واليوم راه بنتي داو باك للسبيطار. بنتي لا مات راه لا داتها مات باك راه كاع مات وخا يجي. ما باغين منك والو، عندك شي تيليفون شاعلي صيفطي لنا غير اوديو، غير اوديو صيفطي عند خوتك ولا عند خواتاتك صيفطي، ولا عند عماتك صيفطي لهم اوديو قول لهم راني لاباس عليا راني ما عندي حتى شي حاجه، بدا يبقى قلبنا هاني عليك. الله يرحم لك الوالدين حليمه، لا كنت ميمتك بالصح وكنت ما تحرقي ليش قلبي، راني ايدي مهرزه وهرستي ليا تاع الاخرى. راه ما فكرتي في فاطمه الزهراء، ما فكرتي في زينب، فكرتي بالمهدي ومحمد، انت حماق عليك كلشي صدم فيك. اختك مسكينه باغا ليا ولادها تيقراو جايه جالسه معايا، واليوم دات باك مريض وخليها وليداتها غير بوعدها مع راجلها. علاش علي ما درتيني هذا الشيء؟ علاش حشومه عليك حليمه؟ ما حاكرينك بنتي حتى في حاجه، كبرتي معززه مكرمه في دار باك. اللي بغيتي تيجيو تيحضروها لك، اللي بغيتي تيجيبوها لك. أباني حليم أنا بغيت لك السر بنتي، أنا راضية عليك دنيا وآخرة، غير رجي بي هاد السيد وتعالي مرحبا بك. أنا ما باغا منك والو بنتي، ما عندك ما تعطيني لا بغيتي شي عاد وباغا تزوجي الله يسهل عليك. شربي الماء خالتي، شربي الماء، شربي الماء، شربي الماء. يعني المناشدة اللي يعرف هاد حليمة ولا إلا كنت لا شفتي هاد الفيديو ولا حتى هاد كنتي مع شي شخص داركم ما حارمينك من والو، داركم تيقول لك احنا يعني مستعدين اننا نقبلوكم ونقبلوك. علينا واقفين معاها وكلشي نوقف معاها، واللي بغاتها نديرها ليها، اللي بغاتها واخا ما عنديش اللي بغاتها نديرها ليها، نتسلف عليها ونطلب عليها شتي، نطلب ندير كتانه في السوق ونطلب عليك بنتي وندير لك اللي بغيتي. عرجع ديري عا تيليفونك، عاش عليها تيليفونك، شاري عاتي تليفونك بنتي، الشارجور نسيتي، كانوا كاع عقلك وشري لك باك تسلف وشري لك الشارجور ومشيتي وخليتي، ما كنتيش حالنا علي ما ديري ليا هادشي. ضحكتي معايا نهار السبت وفطرتي معايا فوق الطبله ومشيتي خدمتي شغلك. فين مشات؟ فاش قالت لكم انا خارجه؟ فين قالت لكم انا خارجه؟ جات سقات وجات شطبت ودارت منا وزدت الفراشات وداكشي صافي خرجت، ما قالت لا غادا لا والو، انا كنت ناعسه مريضه راهي خرجات صافي خرجت. عيطت على بنت الشيخ بنت لوسي قلت لها مريم، قالت لي قال عام، قلت لها مشات حليمه، قالت لي هي قالت الله صافي هذه هي اللي خسرتها لي. واخا فين قالت لكم غادة؟ اجي اختي ما تبانيش، ما تبانيش اوقفي تما، وقفي تما باش ما تبانيش. واخا فين قالت لكم غادة؟ قالت لنا اخويا انا خارجه عند صاحبتي نشوفها، غادي نخرج لعندها للطريق نشوفها. قالت لخوها راه صاحبتي راه معرضه ليا الحوت وجايه نهار السبت، ومن صافي مني خرجت عند صاحبتها من تما كاينه ما ولات رجعت. انا فراسي اتصلتي بهاد صاحبتك؟ ما عنديش انا النمره، يعني النمره خرج اخوها واحد النمره ديال هذاك السيد، ني تلقى اخر مكالمه ديال هذاك السيد كان مراقب ليها التليفون وخرجوا دابا دا لاكارت دا كلشي باش يخرج ليها كارطة ديال هذاك السيد نيت. بمعنى كاين شي شخص في حياتها؟
كاين يعني مني كنت انايا كنعس كنسمع هكا الدوي كتقول لي دوز ليا خالتي واش خالتك كاينه حداك واش لاباس عليها وتبقى الدوي معايا يعني عادي. انا واحد المره كانت سولاتني شحال هادي قالت لي دابا مثلا الا خزيت الحاله المدنيه ديالي ولا كارطوش يمكن لي ندير العقد. قلت لها انا ما عرفتش يعني صافي دابا ما هزاش الحاله المدنيه ما عرفناش. قلبنا على الحاله المدنيه ما لقيناش, قلبنا على لاكارت ديالها ما لقيناش. يعني هي هاد السيد هو اللي كانت كدوي معاه وسميتو قالت لي سميتو محمد صافي. يعني ما وراتني لا التصاور ديالو فاس ما وراتني لا التصاور ديالو لا والو. قالت لها ماما راه واحد الدريه شنو شنو شنو. قالت لها بنتي راه البعد راه ما يمكن ليناش نعطيوك البعيد راه شوفي دوي مع باباك صافي. البنت ناضت نهار السبت معنا عاديه فطرت معنا عادي ما عليها حتى شي حاجه. كتعنق بناتي كتبوسهم كتقول لهم كنتوحشكم صافي. مع الوحده قلبنا عليها ما لقيناش الحل المدنيه. لقيتوها؟ لا ما لقيناش الحل المدنيه. بنتك دابا لا فيرسون وحده اخرى خرجت. انا ما فراسيش هادشي اللي قالت مرت خوها فراسيش. انا بالله راه حكات لي على الحل المدنيه وغادا دير كارط ولا ما ديروش ما فراسيش. هي ما قالت لي والو حتى دابا عاد هي قالت انا. حنا دابا شدينا خيط من الخيوطه ديال هاد الاختفاء. شنو تقولي لها الا كانت مشات عند السيد؟ شنو تقولي لها؟ الا مشات عند السيد جيبوه تجيب مو لا كانت عند امه في الصح وتجيبوه تجي. هادشي اللي نطلب منها. يعني هي كتهضر معاه كتسمعها تهضر معاه تتواصل معاه تتقول لي واش خالتي حداك واش كذا. انا مفراسيش انا مفراسيش تتهضر معاه ما فراسيش تتهضر معاه ولا قالت لي خالتي دوز لي خالتي ولا ابدا ما فراسيش. انا تتصار يوم مرت خوها مازال تيحضروا تضحكوا تقول لي علاش في سن في سن واحد علاش تضحكوا تقول لكم ماما حنا بيناتنا وانت مالكي صافي. تنقول لها انا بنتي سكت ما نقول لك والو. شنو تقولي لهم؟ شنو تقولي لهم؟ يجيبوها ويجيو. شنو تقولي لهم دابا؟ يجيبوها ويجيو. هادشي اللي نقول لهم انا. راني تحركت عليك حليم موت شوي ما بقاش عندي دابا الحاله المدنيه قلبت وما لقيتوهاش. ما لقيناهاش. لا داتها راه داتها ما داتهاش راه شوفي انت. شنو تقولي لها الا شافتك دابا ولا الزوج ديالها ولا العائله الزوج ديالها؟ ماشي الزوج ديالها مازال بالزوج بمعنى السيد اللي بغات تزوج به. جيبها وجي تجيبوه هي وتجي تجيبو. لا كانت لا كان هو بصح هذا اللي كتهضر معاه. الا كانت امو غتشوفني وتسمعني راه تاهي حاسه راه تاهي تحس بيا راه تاهي ام تاهي ام وتجيب لي بنتي وتجيب ولدها وتجي مرحبا بها. انا ما غنقول لها حتى شي كلمه. راه ما كاينش اللي عقرك حليمه غير تعالي راه ما كاينش اللي يدوي معاك غير جي راه قسما بالله ما كاينش اللي يهضر معاك كاع ما تخافي. هي بغات واخا تكوني خايفه ما تخافيش راه ما كاينش اللي يدوي معاك انا في جنبك غير تعالي. ولكن هي فاش بغاتو هو فاس علاش رفضتو؟ قسما بالله سيدي كان في راسي انا هذا اللي فاس. قالت لي ماما غيجيبوا بيا واحد الدري من فاس واش بابا يقبل؟ قلت لها بنتي انا غنقول ليه ونرد عليك صافي. هذه اللي خسرت عليها قسما بالله. قلتيها للزوج ديالك؟ ما قلتهاش لي صافي. قالت لي الخميس الجمعه الخميس مشينا عند شي ناس كانت واحد النافسه هنا مشينا ما مشاتش معانا في عشيقه. ملي جيت من عند النافسه يعني هذا الشيء هذه السيمانه نهار خميس قالت لي ماما قولي لبابا. قلت لها صافي خليت الغدا الجمعه ونقولها لي صافي. ضرني الحلاق تلقاو لي مع مشيت نجبر يدي صافي عيانه. قلت لها بنتي خلي دابا نقولها لي صافي. هي هذيك نهار السبت ما صافي ما قالت لي قالها واش سولتي بابا واش قلتيها لي ولا ما قلتيهاش لي. انا ما قلتش لي قلت لها خلي بلاتي شويه تركش الدنيا راك عارفه ما صابه الشتا وباك ما خدامه والو. عكا صوتي تتشوي تيتسلف ويدوز وانا مهرسه من يدي. راك شتي بنتي خمس شهور وانا تنطلاوط بهاد لي طايحه مهرسه من كتفي. ما راك شتي باك كيفاش حالته كيفاش دايره خلي بلاتي. ماشي وقت العراس دابا خاطر يكون وقت العراس تبغي تعرسي ما كاينش وقت العراس دابا. عا بلاتي يا بنتي عا صبري بلاتي الا بغيتي يا بنتي وعشقتي راه غادا نجوجك لي. ولكن باش تقولي يا ماما نمشي معاك ولا هذا راك عارفه انا ما تنقدش على الطريق. الله يسهل عليك صافي. هادشي اللي خسرت عليه. وانا باش دوات معاه مو ولا دوات مع مرت خو ولا شي حاجه مرت خو انا ما فراسيش هادشي. شنو تقول لهم في الاخير؟ في الاخير يجيبها ويجي يجيب لا كانت تسمعني وغتشوفني تصيفط لي عيط اوديو تقول لك ماما رانا راه لاباس عليا وغتجيبو وتجي مرحبا بيا هي وهي. يجي مو ويجي وعدي مرحبا بيا انا قابله عليها كما هي. كانت حيه تجي كانت ميتة تجي. انا باقا بنتي ما باغا والو ما طالبه منهم حتى شي حاجه. باغا عبنتي لا باغا عبنتي باغا عبنتي وعديها جوج وحيدة تبقات لكاع وحيدة هي اللي بقات ليا.
سمعتها والناس مشات جات مسكينة تتلطا وتسطا، عاد ملي قالت صاي وليداتها صايرين تيقراو، خلاتهم وجات، واليوم مشات مع باها للطبيب. راني راني واحد الحالة ما نقول لك، راه تا واحد ما عالم على قلبي اشنو فيه، تا واحد ما عالم على جوفي اش فيه. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الشعب، قناة شوف تيفي، في هذا البث المباشر رقم الهاتف ديال هذه الأسرة راه مكتوب عندكم تما. اللي شاف هذه السيدة ولا هذه البنت ولا شافت هذه الفيديو هي ولا اللي كانت مع شي شخص وشاف هذه الفيديو، أنه يتواصل مع الأم المكلومة والأب اللي الآن في السبيطار في هذه الحالة، يعني يرثى لها أسرة كاملة مجموعة عنده معزوم. يعني واحد الحزن صعب على راسي المحل، هو قسما بالله لا عاد جاو كل شيء جيران، ما كانش اللي قاعد البعيد جا، القريب جا، جاو خوالك حليمه كلهم جاو تيكرط، كلهم جاو خوالك اللي في عين عوده، خالتك اللي في سحيلي قالت هي جات، كل شيء حليمه جا. راه عندنا كنازه بنتي، راه ما عندناش حليمه اختفت لينا، راه بحال ما عرفتش شنو جا لينا احنا، شحال عندنا راه عندي خمسه د الوليد. مشاهدينا الكرام، ما بقى لي ما نقول، الصوره واضحه، الصوره تتوضح يعني بزاف الامور. شوفوا الام كي دايره، الله يخليك حليمه، علاش شفتي الفيديو؟ جي شوفي داركم، راه ما قالوش لك غادي يديروا لك شي حاجه وكذا. الا كنتي مع داك الشخص اللي قالت لنا الزوجه ديال الاخ ديالك اللي هو باغي كنتي باغياه، راه هما ما عندهمش ادنى مشكل، ومرحبا به. حتى شي مشكل ما عليه، جي عندهم تزوجوا على سنة الله ورسوله، وتكوني يعني مع أسرتك، ما تخليهمش في هذه الوضعية. مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهاية هذا البث المباشر من المغرب العميق، من هذه المنطقة، منطقة السديرة، إقليم يعني الخميسات، مرشوش، جماعة مرشوش إقليم الخميسات. السلام عليكم.